إذا في عندنا مثال example 2.1 بصفحة 37 الهدف من هذا المثال إنه يفرجينا إيش فائدة إني أنا أرفع الفولتج وأرد أنزله مرة تانية بالنقل إني بخفف الوصف. ففي عندنا هون دائرة في عندنا عم نولد أو موجود عندي هون طبعا هذا مش في الواقع بس في هذا المثال أنا هون مولد على 480 فولت موجود عندي الفولتج 480 فولت على زيرو الفريكونسي مش معطيني اياهم ما لهاش اهميه لانه الامبيدنسز معطيني الرياكتنسز معطيني اياهم مباشره مش معطيني الامبيدنسز. اذا عندي هون هذا عمال بزود لود اللود هذا هون زد بيساوي 4 زائد 3 جي 4 زائد 3 جي هذه هون هون هذا الزد لود وعندي بحصلت انه عندي ايديال لما بستعمل هذا رح استعمل ايديال ترانسفورمرز بس لو انا ما عملت ستيبنج اب وستيبنج داون في عندي هون ترانسميشن لاين خط النقل خط النقل في عليه المقاومه الى مقاومه طبعا هون طالعين احنا عليه بنحلله سنجل فيز هو فعليا السيستم رح يكون 3 فيز احنا بنحلله هون عندي 0.18 اوم هاي المقاومه تبعت الترانسميشن لاين التوتال وعندي هون جي 0.24 اوم بدنا نقارن حالتين الان يعني. بدنا نقارن الحاله الاولى اللي بننقل هذا الفولتج ننقل الباور نعملها ترانسميشن على 480 فولت وبدنا نقارن حتى اخفف من اللوسز من الترانسميشن لوسز راح اعمل ستيبنج اب للفولتج بمقدار 10 وراح احط اعمل له ستيبنج داون بمقدار 10 يعني بدنا نقارن هذا المثال ولو قلنا احنا الاول هون حطينا خط مقطع احمر هون عملت انسيرشن للترانسفورمر هون انسيرشن للترانسفورمر رح ننقل على فولتج عالي ولا واطي هنزل فولتج ولا ارفعه للنقل يرفع للنقل اذا هون عندي رح اخذ هاي الفولتج الاصلي اللي كان موجود عندي 480 على 0 فولت رح ادخله على ستيبنج اب ترانسفورمر هاي الدوت برودكت الدوت كونفنشن وهون عندي رح يكون هاي المقاومة تبعت الترانسميشن لاين، المقاومة تبعت الترانسميشن لاين رح تضلها نفسها، لأنه نفس الترانسميشن لاين رح استعمله، إذا هذا رح تضلها 0.18 ohms، هذا 1 إلى 10، إذا A هون بتساوي 10 لأنه هو هذا ستيبنج أب مش ستيبنج داون، مظبوط؟ متذكرين؟ وراح أرد أحط على الجهة الثانية راح أحط ستيبنج داون ترانسفورمر بنفس النسبة كمان بنسبة بس هون بدل ما يكون ستيبنج اب رح يكون ستيبنج داون وهون عندي هي 10 هاي الدوت 10 ل 1 10 ل 1 تمام هون 1 ل 10 وهون 10 ل 1 10 الى 1 اذا بدك 1 الى 10 يعني رفعنا الفولتج نعم يكون 10 لفات هاي النسبة نعم صحيح النسبة بين عدد لفات البرايمري والسكندري هون رح يكون عدد لفات السكندري 10 اضعاف عدد لفات البرايمري وراح يكون هون عندي نسبة البرايمري للسكند راح يكون البرايمري 10 عدد مرات السكندري من هون واللود راح يضل نفس اللود عندي هون الزد زد لود راح يضلها 4 زائد 3 جي اوم هذه اللود تبع السكندري اذا عندي هون 1 ل 10 10 ل 1 عم بعمل ستيبنج اب هلا بعمل ستيبنج اب ل 480 فولت قديش راح يصير الفولتج عندي بهاي المنطقه؟ كاني عمالي بنقل الفولتج على 4800 فولت مظبوط اذا رح يرتفع الفولتج هون 4800 ل 4480 ل 4800 فولت بعدين رح يرد يعمل ستيبنج داون 4800 يرجع مره ثانيه ل 480 فولت هون ايش اللي رح استفيده ايش الفائده الرئيسيه رح تصير اقلل من الخساره اقلل كيف كيف رح اقلل من الخساره ايش الكرنت رح يصير فيه تمام اذا انا عندي هون اذا الباور اذا بدي احافظ على الباور معناها لما برفع الفولتج ايش رح يصير بالكرنت؟ رح يقل الكرنت اذا الكرنت على فكره اللي بمر هون رح يكون اكبر من الكرنت اللي بمر هون لانه انا رفعت الفولتج من هون فنزلت الكرنت فالكرنت اللي بنعمل له ترانسميشن هون رح يكون اقل من الكرنت اللي هون لما بنزل الكرنت وين اللوسز هون رح تصير في الترانسميشن؟ ايش سبب اللوسز اللي بتصير بالترانسميشن هون؟ تبع مين؟ تبع الامبيدنس بس بالذات تبع مين؟ الريزيستنس قديش الباور لوسز راح تكون هون في الترانسميشن لاين؟
اي سكوير ار ار اللي هي 0.18 عندي هون هاي السهم بوينت او في تربيع رقم 4 او في تربيع بس هون اسهل لي اخذ اي تربيع في ار اي سكوير ار اللي هي اي سكوير 0.18 فلما بنزل الكرنت انا بمقدار رفلي تقريبا 10 لانه الفولتج راح ينزل في مقدار 10 الكرنت راح ينزل بمقدار بريشو 10 لما ينزل مقدار 10 قديش وفرت من اللوسز رف تقريبا ال 10 لا اي سكوير ار الكرنت نزل ل 10 قيمته الباور لوسز راح تكون اي سكوير ار اذا قديش اللوسز راح تنزل الكرنت نزل 1 على 100 لانه انا نزلت الكرنت بمقدار 1 على 10 بس الباور لوسز شو بتساوي؟ اي سكوير ار اذا اي نزل بمقدار 10 القيمه اذا اي سكوير نزل بمقدار 1 على 100 اذا بنزل اللوسز هون مقدار 1 على 100 وراح نشوف كمان الفولتج دروب راح ينزل عندي بالحاله هاي اذا هاي هي الفكره الاساسيه مش بالشرط هذا السيستم طبعا هذه الارقام والسيستمز هذا مثال لكن احنا عم نقول الفكره الاساسيه انا برفع الفولتج بعمل ترانسميشن بعدين بعمل ستاكينج داون وديستريبيوشن اذا هون عندي ترانسميشن راح يكون على فولتج اعلى بحيث انه الكرنت يكون اقل على نفس الترانسميشن هذا راح يكون عندي اللوسز اقل اذا كيف اللي راح نعمل الحل اول شيء راح نحل المثال الاول هذا المثال بدون ترانسفورم حتى نفرجي انه في فولتج دروب عالي وفي عندي كمان لوسز عاليه في المثال الاول بعدين راح اروح على المثال الثاني راح استعمل الريفيرال اذا متذكرين الريفيرال الريفيرال انه انا بشوف الامبيدنس شو بتبين لي قبل الترانسفورمر شو هاي بتبين هون قبل الترانسفورمر بس تذكروا كنا نضرب في ايش كنا نعمل بالامبيدنس نضربها في ال V وال I راح نضربهم في ايه بس الامبيدنس بايش راح نضربها؟ في A سكوير بضرب في A سكوير حتى تبين هاي المقاومه حتى اشوف شو بتبين عندي عند هذول الطرفين يعني لو بدي اشيل هاي المقاومه والمحول احط هاي المقاومه شيء مكافئ لها هون راح اضربها قيمتها في A سكوير او في A سكوير الريزيستنس بضربها في A سكوير الفولتج والكرنت بضربهم في إذا خلينا ناخذ السؤال الأول الآن نحل السؤال الأول خلينا نجيب آلة حاسبة نشتغل فيه شوي شوي إذا راح ناخذ بالنسبة للجزء الأول أو البارت الأول تبع هذا السؤال بدي أحسب الكرنت كيف راح أحسب الكرنت؟ في على الزد في على الزد عندي هون أي بده يساوي في كفيزر على زد كفيزر في عندي هون 480 فولت على 0 ديجريز الفيزر هون إيش عندي؟ أربعة رح يصير عندي هلا الفيزر حتى تشوفوا كيف تحول بيساوي أربعة تربيع زائد ثلاثة تربيع تحت الجذر التربيع والزاوية تبعته شو رح تكون؟ رح تكون أرك تان تان إنفرس تان إنفرس إيش؟ ثلاثة على أربعة يعني الزاوية اللي تانها 0.75 خلينا إذا نشوف أول شيء هاي أربعة تربيع زائد ثلاثة تربيع تحت الجذر شو بتعطيني؟ خمسة وهون عندي هاي بتطلع 0.75 فراح اعمل شيفت تاني انفرس 0.75 يعطيني 36.8 ايش وحدتها هاي لازم تكون؟ اوم اذا عندي هلا بقدر اكمل هون باخذ هذا الرقم هون 5 وهذا 36.8 الزاويه شو بتطلع معي مباشره اذا بدك تزاوي شو بعمل بالزوايا بتطلع صارت 0 ماينس اذا هاي رح تكون ماينس 36.8 ايش معنى زاويه نيجاتيف؟ شو معناها هاي؟ انه الكرنت لاجينج الفولتج مضبوط باي 37 ديجريز فلو رسمت فيزر دايجرام لو الفولتج هون الكرنت بيكون لاجينج باي لانه هذا اندكتيف لود مضبوط طيب الشيء الثاني عندي 480 على 5 راح يصير عندي 480 على 5 96 امبير زاويه قديش؟ زاويه 36 و8 بالعشره او ناخذ 36 و8 بالعشره لانه هو لاجينج اه ماشي واضح اذا هذا الجزء الاول طيب قديش اللوسز راح تكون عندي هون وقديش الفولتج اللي راح يوصل للود اللوسز شو بتساوي اي سكوير ار وتساوي اي سكوير هون عندي اي قيمته 96 هلا هون بدي ايش تساوي بدي انا الماجنيتيود تبعه والار قديش قيمتها 0.18 لا ننتبه بدنا اللوسز اللي هون هذه مش لوسز هذه ايش استفدت انت منه شغلت السيستم تبعك وين اللوسز هاي مين راح يتكلف ثمنها؟ الشركة شيء يعني ما راح يدفعك هو هاي اللوسز اللي هون لحد ما وصل لك وين عدادك راح يكون مركب؟ هون مزبوط اذا هاي راح تتكلفها الشركة اللوسز الشركة راح تتكلفها اذا عندي 96 في 96 تربيع في 0.18 راح يعطيني 1658 58.88 واتس هذه الباور لوسز اللي موجودة هون
اذا هذا بالنسبه لهذا الجزء اللي موجود هون 96 مضبوط 480 وعندي هون 5. في عندنا شيء غلط احنا عملناه. شو الغلط اللي عملناه هون؟ جمع هذا غلط. هذا هون هاي المقاومه تبعت اللود، بس انا ايش لازم اخذ؟ المفروض كل الخاصه اخذ المقاومه كلها، ما انتبهناش عليها. 3.18 نعم 3.4.18 لازم تكون 4.18 و3.24 مضبوط. اذا هاي مش المقاومه اللي هون ولا هاي المقاومه لازم نحسبها، او الامبيدنس لازم احسبها، لازم تكون مجموع المقاومتين، بجمع هاي المقاومه زائد هاي المقاومه، هلا هدول فريكتانجلر كوردينيتس بقدر اجمعهم؟ اذا عندي 4.18 اذا المقاومه الكليه التوتال بتساوي 4.18 + j 3.24 مضبوط. هلا هاي بدي احولها بولر ريكتانجلر، فباخذ بربع هذا الرقم بجمع له هذا الرقم وباخذ الجذر التربيع، فعندي 4.18 تربيع زائد 3.24 تربيع، بعدين باخذ الجذر التربيع للجواب بعطيني 5.288. اذا هذا الجزء هون 5.288 الزاويه راح تصير ارتان او كوساين تان ماينس 1 هذا الرقم على هذا الرقم اللي هي 3.24 على 4.18، وبعدين باخذ الارك تان بعطيني 37.8. زين هذا هون كان جزء غلط لانه احنا اخذنا بس اللود، لازم اخذ كل المقاومه الكليه. اذا هذا عندي هون وحدتها هون، اذا هاي راح تصير مقسومه الان على 5.288 على زاويه 37.8. اذا الكرنت هون راح يصير زاويه الكرنت راح تصير عندي 37.8 degrees ماينس، وال 480 هلا راح اقسمها على 5.2 تطلع عندي 90.77 تقريبا 90.8. وهذه هون وحدتها كمان امبير. اذا هلا احنا هون ان شاء الله، اذا هاي هلا هون 5.288، هلا هون بدي ارجع احسب هاي، راح اغير قيمه الكرنت، الكرنت صار عندي هون 90.8 تربيع، فبنربع 90.8 تربيع ضرب 0.18 بصير عندي 1484. 1480 4 ماشي؟